بعض يعني التقارير الأمريكية بعض الأنباء تتحدث عن قرب ضربة إيرانية على إسرائيل كالتي حدثت خلال الأشهر الماضية خلال 12 و 24 ساعة. إلى أي مدى هذه المصادر الاستخباراتية موثوقة؟ إلى الآن جانب إسرائيل الإسرائيلي يقول لم نرصد شيئا. ما طبيعة هذه المصادر؟ ما طبيعة يعني هذا الحديث؟ ماجد، هي من المفترض أن تكون ذات موثوقية عالية منسوبة إلى البيت الأبيض، كانت في الحديث الأول، ودعنا نحاول هنا أن نعيد تكرارها وذكرها مرة أخرى جديدة لأنه تقاطعت الكثير من المعلومات خلال الساعة الماضية. بداية خرجت المعلومة قبل أكثر من ساعة، ساعة إلى ساعة ونصف من الآن تقريبا، خرجت من البيت الأبيض. مسؤول رفيع في البيت الأبيض ماجد قال فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تستعد لهجوم صاروخي باليستي على إسرائيل والشيك. هذه النقطة. النقطة الأخرى بعد ذلك أتى الحديث عن الأهداف وقائمة الأهداف، وبحسب أيضا التسريبات هذه المرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ماجد، تحدثت أن قائمة الأهداف ستشمل أهداف عسكرية إسرائيلية وأهداف استخباراتية إسرائيلية، ومن المفترض أن هذه الأهداف ستكون قريبة من تل أبيب. النقطة الثالثة التي وردت قبل قليل أن الإطار الزمني، وهنا الحديث أيضا مزيد من التفاصيل من هذه المعلومات التي بدأت ترشح بشكل تدريجي كانت ماجد، أن الإطار الزمني لهذه العملية العسكرية الإيرانية إن صحت بالفعل وحدثت هو 12 ل 24 ساعة مقبلة، وأنه يرتكز على ما يبدو معلومات حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تحريك منصات لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي الإيرانية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من أبلغت الجانب الإسرائيلي بكل هذه المعلومات. وأيضا هناك من يقول في الداخل الأمريكي ماجد أن إسرائيل باتت على علم بهذه المعلومات من الجانب الأمريكي قبل ساعات طويلة من تسريبها لوسائل الإعلام، وبالتالي هذا هو ما تحت يدينا حتى اللحظة. هناك من يتساءل الآن في الداخل الأمريكي ماجد أنه تحذيرات شديدة اللهجة جدا من قبل واشنطن لطهران بأن العواقب ستكون وخيمة، وهناك حاملات طائرات في المنطقة، وهناك أسراب طائرات تحركت، وهناك أعداد إضافية من القوات الأمريكية التي يبلغ عددها تقريبا 40,000 جندي في المنطقة. كل ذلك بين مزدوجين ليطرح سؤال هنا في الداخل الأمريكي، هل تستطيع بعد ذلك لو وجهت طهران مثل هذه الضربة لحفظ ماء الوجه لها في المنطقة ولأذرعها التي تهاجم الواحدة تلو الأخرى، هل تستطيع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ذلك أن يعني تضع حد لرد إسرائيلي آخر؟ لأن هي تتحدث أنها لا تريد أن تتسع نطاق هذه المواجهة وألا تتحول إلى حرب شاملة. دخول إيران على الخط ماجد وتوجيه ضربة مباشرة إلى الأراضي الإسرائيلية قد يحولها إلى حرب شاملة بعد ذلك بانتظار رد على الرد، كما كنا نتحدث قبل شهور ماضية في إبريل. بالطبع يعني الموقف ربما يكون متغيرا أو مختلفا في هذا الوقت مجدي، لأن الحرب البرية الإسرائيلية ستكون خلال الساعات القادمة، وربما هذه ضربة وقائية لا نعرف ما الذي سيأتي بعدها. لكن دعونا مشاهدينا نتعرف أكثر على تفاصيل التطورات العسكرية في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي مع الزميلة نانسي ثابت. دعونا نتابع. العمليات البرية الإسرائيلية محددة الأهداف بدأت بالفعل في جنوب لبنان وفق القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل بمساندة جوية ومدفعية. الجيش الإسرائيلي كان طلب من السكان تحديدا سكان شمال الليطاني عدم الحركة أو تحريك أي مركبة في منطقة جنوب الليطاني التي تقول إسرائيل إن هدفها هو دفع عناصر حزب الله للانسحاب منها. ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات على مسافة قصيرة من الحدود داخل لبنان متجاوزا بذلك خط إطلاق النار من دون أي دخول بري وفق قوات اليونيفيل في لبنان. ويعني كما استمعنا في المؤتمر الصحفي لدانيال هاجاري، قام الجيش الإسرائيلي بتدمير 700 هدف تابع لحزب الله في هذا المنطقة، تحدث عن مستودعات أسلحة موجودة هنا وأيضا أهداف أخرى
التابعة لحزب الله. في هذا المنطقة في لبنان ينشر حزب الله 3 وحدات عسكرية، نتحدث عن قوات نصر وعزيز في خط الدفاع الأول، وقوات بدر في خط الدفاع الثاني، وأيضا قوات احتياط في منطقة البقاع اللبنانية. ما تقوم به إسرائيل حاليا هو تنفيذ عمليات اختراق بقوة محدودة ولزمن محدود، يسمى هذا عسكريا بالاستطلاع بالقوة، وذلك تمهيدا للعمليات العسكرية الرئيسية القادمة. تحدثت تقارير عن تحركات للقوات الإسرائيلية تحديدا من منطقة إصبع الجليل هنا باتجاه بلدات الخيام، كفركلة، وأيضا العديسة على الحدود مع إسرائيل. تسمى هذه المنطقة هنا تحديدا بعنق الزجاجة، لأن المسافة بين الحدود ونهر الليطاني تتقلص بشكل كبير. من المفترض أن يكون حزب الله قد عزز صفوفه الدفاع في هذا المنطقة. من جهتها دعمت إسرائيل عملياتها العسكرية بالفرقة القتالية 98 التي تملك خبرات قتالية في معظم حروب إسرائيل. أصبحت هذه الفرقة التي تضم مظليين وكوماندوس تتموضع على الحدود الشمالية مع لبنان. كان الجيش الإسرائيلي قد مهد لهذه العملية البرية المحدودة بإقامة منطقة عسكرية مغلقة تحديدا في مسقاف عام، في كفر جلعاد، وأيضا في المطلة شمال إسرائيل، وفر أيضا دعما جويا وبحريا لهذه العملية البرية، بحريا من خلال السفينة الصاروخية ساعر 6 التي تؤمن الدعم الناري والاستخباراتي والمعلومات أيضا. من جهته أطلق حزب الله صواريخ باتجاه تل أبيب، وأيضا رشقات صاروخية باتجاه شمال إسرائيل. طالت صفد وحيفا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى وصلت إلى تل أبيب. استهدف حزب الله أيضا قوات إسرائيلية عبر الحدود في المطلة وأفيفيم بنيران المدفعية. إذا نتحدث هنا عن بنت جبيل وعيت الشعب، وهنا هذا المثلث الحدودي الخطر عند منطقة عيت الشعب تحديدا. هذه المنطقة عيت الشعب وبنت جبيل وأيضا عيترون تعرف بالمثلث الحدودي الخطر، وكان هذا المثلث هنا من النقاط الأكثر سخونة خلال عام 2006، لسيما في معركة الدبابات في وادي الحجير في تلك الفترة. إذن حزب الله يقول إن الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب لبنان ليس تهديدا وإنما فرصة تاريخية. فهل سينجح حزب الله في هذا التحدي؟ الأهداف الدقيقة التي تحدث عنها الإسرائيليون استهداف الشقق و محاولة اغتيال شخصيات، هذا ما تعودنا عليه خلال 20 يوم الماضية، سواء كان مستويات سياسية أو عسكرية في حزب الله وبعض الفصائل الفلسطينية. كيف ممكن أن تصف هذا النوع من الضربات التي تقول إسرائيل أنها دقيقة؟ إلى أي مدى هي مرتبطة أيضا فيما يحدث في الجنوب؟ طبعا نجد الأمور مرتبطة ببعضها، يعني هذه الاستهدافات التي نشط الجيش الإسرائيلي بالقيام بها في 10 أيام الماضية باستهداف كبار القادة العسكريين لحزب الله وكبار كبار كبار الشخصيات حتى السياسية حتى وصلت للأمين العام، مستمرة في ضاحية بيروت الجنوبية وفي المناطق المحيطة. ولكن إذا ممكن أن أوضح ماجد، عندما كنا في الرسالة السابقة وكنا على بعد دقائق فقط زمنيا من أول استهداف، أنا قلت بأن هناك دخان أبيض تصاعد من مكان الاستهداف وكان في مستديرة السفارة الكويتية، بعدها تلاشى هذا الدخان ثم عاد دخان آخر وكان دخان أسود، يعني لم نسمع سوى انفجار واحد، كانت قلنا بأن غارة واحدة، ولكن من الواضح أن هناك غارة ثانية استهدفت محيط مستشفى الزهراء كما أوضحت أيضا ليال. ولكن الغريب بأن الغارة الثانية لم تصدر أي صوت، وهذا الأمر يتكرر حتى فجر هذا اليوم عندما استهدفت إسرائيل عدة مباني داخل الضاحية الجنوبية في عدد من الأحياء من حارة حريك إلى برج البراجنة إلى هنا في حي الليلكي أو المريجي. أحيانا
كانت هناك تسمع يعني حتى صفير الصواريخ كنا نسمعه قبل سقوطها وانفجارها، ولكن في بعض الأحيان كانت هناك غارات نرى تصاعد الدخان ولم نكن نسمع أبدا أي صوت انفجار، وهذا ما حدث في الغارة الثانية التي لم تكن زمنيا بعيدة عن الغارة الأولى إلا بدقائق. من الواضح الآن أن هناك غارة أولى استهدفت مستديرة السفارة الكويتية في منطقة بير حسن، والغارة الثانية كانت في محيط مستشفى الزهراء وهي في منطقة الجناح القريبة جدا أيضا من منطقة الوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية. ماجد، إذن هناك غارتان بانتظار طبعا معرفة من هي الشخصيات المستهدفة. أذكر بأن الجيش الإسرائيلي كان بعيد دقائق بعد استهدافه لهاتين المنطقتين، كان أصدر بيانا قال فيه بأنه استهدف أهدافا محددة في بيروت، ولكن لم يصدر أي توضيحات بشأن من هي الشخصيات أو الشخصية المستهدفة في هاتين الغارتين، ولا حتى حزب الله بطبيعة الحال أصدر أي بيان. من المبكر جدا بالنسبة للحزب أن يصدر أي تعليق بشأن هاتين الغارتين، ولكن بانتظار معرفة معلومات أخرى، حتى أن الزميلة ليال وهي على الأرض هناك ممكن أن تستقي بعض المعلومات، ولكن أعتقد بأن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لمعرفة من هي الشخصيتان أو من هي الشخصيتين المستهدفتين في هاتين الغارتين، التي أكرر بأن الأولى سمعنا بوضوح أصوات الانفجار الصاروخ، ولكن في الغارة الثانية لم يصدر أي صوت، ولكن شاهدنا فقط تصاعد الدخان الأسود من المكان. بالطبع عماد، ونحن نشاهد هذه الصور، يعني هناك كثير من المعلومات التي تأتي من البيت الأبيض من الجانب الأمريكي عن قرب استهداف صاروخي إيراني خلال 12 ساعة أو 24 ساعة باتجاه إسرائيل. بعض المصادر تتحدث أن الجانب الأمريكي حذر بأن أي هجوم سيكون له تداعيات وخيمة على الجانب الإيراني. يعني يبدو أن الأقمار الصناعية الأمريكية استطاعت يعني رصد مثل هذه الصواريخ أو تحريك منصاتها إلى الآن بشكل أكبر. عماد، يعني أنا سأعود معك إلى مسألة المواجهات في الجنوب، ونحن نشاهد هذه سلسلة الاغتيالات. في النهاية هي سلسلة الاغتيالات لم تغير شيئا من وجود حزب الله، من صواريخ حزب الله، من ترسانة حزب الله، وبالتالي لا عودة لسكان الشمال الإسرائيلي. المواجهة في الجنوب كيف كانت خلال الساعات الماضية؟ يعني هم قالوا سيبدأون هذه المواجهة، هل هناك استعداد؟ هل هناك مواجهات؟ كيف كانت؟ نعم، حتى الآن يعني بالاستناد ما يمكن أن نقوله من حقائق ووقع نستند فيه إلى بيانات حزب الله العسكرية. حتى الآن أصدر 11 بيانا تحدث فيها عن 11 عملية قام بها مقاتلو حزب الله، طبعا أهمها كانت ما ذكره بأنه سلسلة عمليات خيبر، ويبدو أنه المسمى الجديد لعملية لا أقول الانتقام لمقتل الأمين العام، ولكن يبدو أنها سلسلة عمليات جديدة، خاصة تلك التي ذكر فيها بأنه قام باستهداف قاعدة جليلوت في شمال تل أبيب بصواريخ بصلية صاروخية من طراز فادي 4، ثم عاد واستهدف أيضا قاعدة عسكرية بالقرب من تل أبيب بصلية صاروخية من نفس أنواع الصواريخ.